بكم يا أصحابي حلقة جديدة من برنامجنا خبر رايتر. أنا هنا هكون معكم طول الحلقة. ودلوقتي نبدأ موجز خبر رايتر. خبر رايتر بيقولك إن فيلم ذا لاجونين جاكو اللي بيتكلم عن 6 شباب مهمتهم إنهم ينقذوا الجزيرة بتاعتهم من الوحوش والأشرار بمهارتهم القتالية وأسطولهم القوي. وتقدروا تشوفوا الفيلم في السينمات. ودلوقتي معنا مع فقرة تك. النهاردة معنا خبر عن لعبة اسمها تايتن رول، وهي لعبة بتتكلم عن فريق بيتكون من مشاكسين المجرات اللي بيستخدموا مهاراتهم القتالية علشان يتخلصوا من القوى الشريرة. وتقدروا تحملوا اللعبة عن طريق جوجل بلاي أو أب ستور. ودلوقتي وصلنا لفقرة واو، تعالوا معنا نشوف ايه موهبتنا الجديدة النهاردة. انا اسمي ديانا وعندي 11 سنة. بدأت ألعب بيانو من سنة. البيانو كان بالنسبة لي في الأول سهل علشان كنت بلعب فيولين من زمان وانا كنت صغيرة، فكان بالنسبة لي سهل. أكتر واحد شجعني على البيانو هي جدتي ومامتي. بحب أعزف يعني كل الأغاني على البيانو. أكتر حاجة صعبة عزفتها هي في ريليس. يعني أكتر واحد بحبه يعني في البيانو أو في المزيكا يعني هو ديفيد جارت، وفي قريبي كده اسمه الدار جانجيرو برضه. لما أكبر نفسي أكون عازفة مزيكا أو رسام. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. نشوفكم الحلقة الجاية في نفس الميعاد. باي باي.